ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا مع محاضرة جديدة وشيقة بعنوان A New Insights into Treatment of AF. زي ما احنا عارفين كلنا ان الاتريال فيبريليشن هو one of the most common arrhythmia، ويعتبر حقيقة المين nightmare اللي بيقابلنا في الالكتروفيسيولوجي. ده مش بس كده، ده كمان الكومبليكيشنز بتاعته in the form of stroke وperipheral embolization بيخلينا نحاول نمانج عيانين الـ AF بشكل appropriate حقيقة. والإنجينيرينج التكنولوجي الجديدة ساعدتنا ان احنا نمانج الـ AF بكل الوسائل المختلفة، سواء ان احنا نبريفنت الـ AF من الأول او early management او حتى كمان late management of disease and all complications. يلا نبدأ المحاضرة بتاعتنا النهاردة، والنهاردة هنحاول ندي introduction سريع عن الـ AF. هنتكلم على الـ novel investigation to assess the left atrium، وبعدين نتكلم على الـ new approach to treat and manage الـ AF، وبعدين نتكلم على how to prevent الـ AF، then الـ AF ablation بأنواعه والـ aim بتاعه والـ main value، الميز بروسيدور وقيمتها ان جايدلاين، واخيرا الليفت اتريال ابندج اوكلوجن ديفايس، يا ترى ايه الريكومنديشن عليه وايه الايم منه، وهل فعلا بيحقق الايم بتاعنا ولا لا. ليتس ستارت. از وي نو الاي اف حقيقه هو زي ما قلنا من شويه هو الموست كومن اريثميا احنا بنقابلها، وهو نوع من انواع السوبرا فينتريكولار تاكيكارديا. وزي ما احنا عارفين ان هو اول ما يعني اتعمل الصادز عليه لقينا ان الـ AF غالبا هو بالمونري فين تريجرز، عشان كده في المانجمنت بتاعنا بنعتمد ان احنا نابليت البالمونري فينز. لكن مش بس كده، النيو صادز اثبتت ان في نون بالمونري فينز تريجرز زي الليجمنت اوف مارشال، بوستير رول، السبتم، وحاجات تانية كتير خلتنا نغير يعني الايديا بتاعتنا عن الاي اف. زي ما احنا عارفين انواع الاي اف اكوردنج للجايد لاين هي باروكسيزمال اي اف، ودوت البيشنت اللي جاله اتاك اوف اي اف في خلال 48 ساعه واب تو 7 دايز. اما لو هي عدت 7 ايام والبيشنت ستيل هاز اي اف، فدي هنسميها بيرزيستنت اي اف. اما لو هي قعدت اكتر من سنه والعيان still complaining from continuous AF، فده هيكون long standing persistent AF. لو اي حاجه من التلاته دول احنا قررنا ما نعملش rhythm control ونكتفي بالريت كنترول، ساعتها هنسميه permanent AF. زي ما احنا عارفين despite the good progress in management of patient with AF, this arrhythmia remain one of the most major causes of stroke, heart failure, sudden cardiac death. عشان كده to meet a growing demand for effective care of patients with AF, new information is continually generated and published. وحقيقة الجايدلاين الأخرانية بتاعت الـ ESE في 2016 والأمريكان اللي طلعت في 2014 وأبديتت في 2017 ساعدتنا كتير إنها تجاوب على أسئلة خاصة بالـ AF والمانجمنت بتاعه. الكلام الجديد حقيقة في الايه دلوقتي ان احنا لازم نفهم حاجة اسمها atrial cardiomyopathy، هي دي اصل المشكلة، لان المشكلة تبدأ بريموديلينج بيحصل في الليفت اتريوم ويمر بمراحل كتير جدا، وتكون اخر حاجة فيها ان يحصل atrial fibrillation. طب هي ايه هو atrial cardiomyopathy؟ هو any complex of structural او architectural او contractile or electrophysiological changes affecting the atria with the potential to produce clinically relevant manifestation. هو remodeling بيحصل في left atrium. remodeling دوت قد يكون contractile remodeling، يعني مشكلة تحصل في الكالسيوم channels تؤدي إلى impaired contractility left atrium، يزيد compliance وبعدين يحصل dilated left atrium. ده سميه contractile remodeling. على الناحية التانية ممكن يحصل اسمها structural أو architectural remodeling، وده بيأفكت الكونكسينز يؤدي إلى fibrosis، وفي الآخر يحصل left atrial fibrosis significant، وده هنقيسه كمان شوية. آخر حاجة و at the end of the day يحصل electrical remodeling اللي هو atrial
fibrillation نتيجة slowing في conduction و shortening in refractory period. هو ده باختصار الـ atrial cardiomyopathy. القصة بدأت من atrial remodeling وانتهت بـ atrial fibrillation. أنا لو قدرت أمانج عيانين اللي عندهم left atrial remodeling, dilatation, impairment, left atrial fibrosis, electrical remodeling, I can avoid many complications للـ atrial fibrillation. وزي ما قلنا وعشان نتخيل القصة برضو بدأت ازاي، بدأت بريسك فاكتورز هايبرتنشن دايابيتس انفلاميشن جينيتك فاكتورز كاردياك ديزيز ميبي فالفولار او فنتريكولار ديسفانكشن اسكيميا انفلتراتيف ديس اوردر او حاجة نون كاردياك من الاول خالص زي الاندوكراين ديزيز تؤدي الى انيشيشن اوف رينين انجيوتنسين الدوسيون سيستم تؤدي الى اتريال كارديوميوباثي. والقصة ما خلصتش من هنا، دي هتؤدي الى left atrial fibrosis و electrical dysfunction في نفس الوقت، والاثنين دول هيساعدوا على AF progression مش بس كده، وكمان mechanical dysfunction يعني dilatation left atrium and impaired function in addition to hypercoagulability state، والاثنين دول هيؤدي lthromboembolization stroke and all complications. ايه هي انواع الاتريال كارديوميوباثي؟ قسموها لكلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 وكلاس 4 وده هو البور اند ويرست بروجنوزس. طيب ندخل بقى في الموضوع المهم بما اننا فهمنا ان المشكله بس مش اي اف از الكتريكال ديستربنس، لا ده الموضوع بدا من ليفت اتريال ريموديلنج بانواعه واشكال مختلفه. فيجي السؤال المهم، طب احنا ازاي نقدر نأسس الليفت اتريوم وازاي نقدر نستخدم النيو تكنولوجي والنوفل انفستيجيشن تو بريدكت الاي اف؟ زي ما احنا قلنا من شويه عندنا كونتراكتايل ريموديلنج استراكشرال ريموديلنج الكتريكال ريموديلنج. طب ايه هي المالتي موداليتي ايمجنج اللي هنستخدمها تو ايفالويت بيشنت وذ اي اف؟ طيب رقم واحد في كونتراكتايل ريموديلنج هستخدم الايكو والدوبلر والتيشو دوبلر عشان أأسس الاناتومي والفانكشن بتاع الليفت اتريوم. رقم 2 هأسس الاستراكشرال ريموديلنج عن طريق استخدام السي ام ار اللي هو كارديك ام ار اي، وده هيساعدني كتير جدا أأسس الليفت اتريال فايبروزس. 3 أأسس الكتريكال ريموديلنج وده باستخدام الكترو اناتوميكال مابينج، ودي الأجهزة الجديدة والتكنولوجيا الجديدة زي استخدام النافكس أو الكارتو، وهنتكلم كمان شوية على أهميتهم وقيمتهم في التشخيص in diagnosis وكمان الابليشن. وبالتالي النيو ابروتش بتاعي هيكون في 3 لاينز، رقم 1 الإيكو بأنواعه، رقم 2 السي ام ار وأهميته هنتكلم عليها دلوقتي، 3 الإلكترو أناتوميكال مابين. يلا نتكلم على أول نقطة هو الايكو كارديوجرافي والدوبلر. وزي ما احنا عارفين الايكو ان جنرال بيفيدني في تشخيص حالات كتير جدا، بيفيدني ان انا اسس ال ال في والليفت اتريوم كل الفالفز، لكن القيمه الرئيسيه كمان النهارده اللي هتكلم عليها ان الليفت اتريوم دوت از ا تشيمبر اي هاف تو اسس الدايامتر الفوليومز الاريا اوف ليفت اتريوم، وكمان ان انا اسس الليفت اتريال فانكشن من خلال الدوبلر والتيشو دوبلر والسبيكل تراكنج. حقيقه ان النيو داتا اند نيو ريكومنديشن موجوده في ستيتمنتس كتيره ان انا هستخدم التيشو دوبلر بشكل من اساس يعني مع الايكو والتي اي عشان اسس الليفت اتريال فوليوم وكمان اسس الكاردياك فانكشن اسس الاتريال ريموديلنج، والليفت اتريال ابندج هيكون مهم جدا تو اكسكلود ان الثرومباي تحديدا بيفور كارديوفيرجن. ان اديشن ال في سيستوليك ديسفانكشن هيكون مهم سواء كان سيستوليك او دايستوليك، ال في دايستوليك فانكشن والفيلنج بريشر مهم. الرايت اتريال الرايت اتريوم والليفت اتريوم فوليوم اندكس هيكون مهمين جدا، وكمان الليفت اتريال سترين في منتهى الأهمية عشان أحدد الفانكشن بتاع الليفت اتريوم. وهنا اكزامبل سريعة ازاي بأسس ال V والR ال LA والR A volumes and the area. هنا الليفت اتريال ابندج وزي ما احنا شايفين how to assess function of left atrial appendage، ودي اللي احنا بنستخدمها لما يكون في thrombus او stagnation blood في الليفت اتريوم، وزي ما احنا شايفين الصورة اللي فوق بتوضح normal left atrial
appendage بنورمال فانكشن والفيلوسيتي بتاعتي واضح انها نورمال. الصوره اللي تحت في ثرومبس باين قوي في الليفت اتريال appendage وواضح ان في بلانتد فيلوسيتي اند فانكشن اوف ليفت اتريوم. هنا 3D ايكو حقيقه مهم جدا بيساعدني ادفرنشيت بين البيكتينيت ماسلز او ثرومبس الموجوده في الليفت اتريال appendage. وكمان الليفت اتريال سترين مهم جدا تو ديتكت فانكشن اوف ليفت اتريوم. لو لقيتها اقل من 30% اتوقع اكستريملي بور ليفت اتريال فانكشن. الرايت اتريال فوليوم واريا مهم يو هاف تو اسس. وكمان يو هاف تو اسس باي دوبلر الليفر او هيباتيك فينس فلو. ومن خلال الاي اي برايم اقدر اديتكت البلمونري ارتري بريشر والرايت اتريال بريشر. نيجي للجزء الثاني تو اسس ليفت اتريوم وده مهم جدا هو الكارديك ام ار اي او سي ام ار. وزي ما قلنا من شويه القيمه الرئيسيه للسي ام ار تو اسس الليفت اتريال ريموديلنج فايبروزس الاستراكشرال ريموديلنج لان الليفت اتريال فايبروزس مهم جدا في التشخيص. وطلع كمان له قيمه مهمه جدا تو بريدكت الاي اف ريكيرنس بعد الابليشن. وبالتالي بقى هايلي ريكومندد ان انا استخدم الام ار اي قبل ما اعمل اي اف ابليشن. زي ما قلنا له قيمه مهمه جدا في الكوانتيفيكيشن اوف فايبروزس يوزنج ا 3 دي موديل اوف ليفت اتريوم. وده صوره هي بتوضح خطوات اللي بعملها عشان اعمل ليفت اتريال اسسمنت باي سي ام ار. باخد اكسيال فيوز وبعدين اعمل ايزوليشن ليها اعمل كوانتيفيكيشن انهانسمنت هيثي الهيلثي تيشو يكون ان بلو كلر والفايبروتيك ان جرين كلر. وفاينالي بعمل 3 دي موديل باي ليفت اتريوم وبعدين اعمل كوانتيفيكيشن للفايبروزيس الموجود عشان استخدم سكور مشهور اسمه يوتا سكور بيقول لو انا لقيت ليفت اتريال فايبروز اقل من 10% ستيج 1 من 10-20% ستيج 2 وده ستيل مايلد تو مودريت ستيج 3 من 20-30% ستيج 4 ليفت اتريال فايبروزس بقى سيجنيفيكانت اند ماركت اوبفيوس اكتر من 30%. والارقام دي حقيقه مهمه جدا ان هي بتقول لو انا الفايبروز اقل من 10% دوت ستيج 1 او ان الفايبروز من 10-20% ستيج 2 في الحالتين انا اقدر اعمل بالمونري فين ايزوليشن واتوقع ان الاي اف ريكيرنس هيكون قليل وبالتالي اتس ريكومندد ان انا اعمل بالمونري فين ايزوليشن. اما لو لقيت الفايبروزس ستيج 3 من 20-30% وهو سكاترد فايبروزس او ان هو ستيج 4 يعني فايبروز اكتر من 30% في الحاله دي حقيقه البلمونري فين ايزوليشن الون از نوت ريكومندد او بشكل اخر اتوقع الريكيرنس هيكون عالي جدا بوست بلمونري فين ايزوليشن. ده مش كده وبس ده كمان هم ريكومند ان انا اعمل سي ام ار بوست ابليشن عشان اشوف هو حصل فايبروزس بروجريشن ولا لا. If no fibrosis progression خلاص اتوقع الاوتكم هيكون كويس. اما لو حصل extensive post ablation progression of fibrosis وعندي scar وعندي fibrosis progression عنيف جدا برضو اتوقع انه يحصل recurrence. الحاجة الثالثة to assess left atrium الالكترو اناتوميكال مابينج وده اللي احنا قلنا عليه بالنيو تكنولوجي ان احنا بنستخدم الكارتو او النافكس ان انا احول الليفت اتريوم ل 3 دي موديل وده الاناتومي وبعدين في نفس الوقت بستخدم الاساطر بتاعتي عشان اعمل الكتريكال مابينج سواء كان اكتيفيشن مابينج او بروجيشن مابينج او اي نوع من انواع المابينج وفي الاخر اعمل 3 دي موديل زي اللي احنا شايفينه قدامنا ودوت بيساعدني ان انا اتخيل الليفت اتريال تشيمبر عامل ايه والبلمونري فينز ويساعدني ان انا اتخيل اعمل ليفت واكا اند رايت واكا وبعدين اكونفيرم كومبليت بلمونري فين ايزوليشن بعد ما اخلص بالانترانس بلوك والاكزيت بلوك زي اللي هنتكلم عليه كمان شويه. وده at the end of the day ده كل النوفل انفستيجيشن اللي بستخدمها في الاي اف ابليشن سواء بري بروسيدجر الايكو سي ام ار والتي اي او انترا بروسيدجر. وانا بعمل المابنج التي اي بيكون مهم جدا وال 3 دي مابنج
الفولتج مابينج مهم، وبعد ما اخلص الابليشن اي هاف تو اكسكلود اول كومبليكيشنز زي الفرينك نيرف بولسي او البلموني امبوليزم باي ايكو اند سي تي تشيست اكس راي. وطبعا الكونتراست سي تي هيكون مهم تو اكسكلود الاتريو اسيفاجيال فيستولا، والسي تي والام ار اي تو اكسكلود بلموني فين استينوزس. نروح بقى للجزء المهم جدا في المحاضره، وده عنوان محاضرتنا، هو النيو ابروتش تو تريت اي اس. زي ما احنا عارفين ان كل جايد لاين بيتكلم على ريت كنترول اند ريتم كنترول بنوع من التفصيل، لكن الحقيقه النهارده انا هتكلم على نيو ريكومنديشن لسه طالعه في 2020 ان جاك، وقالوا ان المانجمنت اوف اي اف بقى يتكلموا دلوقتي بنوع من التفصيل على برايمري بريفنشن اند سكندري بريفنشن. هو ده الكلام، انا مش لازم استنى العيان لما يجي له اي اف وبعدين اعمل له بريفنشن او ابدا تو مانج. البرايمري بريفنشن هو قالوا ان اي بيشنت عنده ريسك فاكتورز زي دايبيتس هايبرتنشن وكل انواع الريسك فاكتورز اللي هكلم عليها كمان شويه، وي كان دو برايمري بريفنشن فور اي اف. مش بس كده، اللي جاله اي اف اي هاف تو ستارت سكندري بريفنشن واشوف ايه الريسك فاكتورز اللي عنده اللي كانت تريجرنج للاي اف زي سموكينج او ان هو عنده سليب ابنيا سيندروم او الهايبرتنشن اند اي هاف تو ستارت تريتمنت. ايه كمان؟ الستروك مانجمنت. كلنا عارفين ان احنا بندي النواكس والورفرام وده جزء مهم جدا، لكن كمان ليفت اتريال ابندج اوكليوجن طلع مهم جدا اند هايلي ريكومندد في بعض العيانين تحديدا اللي عندهم ابسوليوت كونتر انديكيشن للانتي كواجيليشن ثيرابي. الريتم كنترول مهم باستخدام الانتي اريثميك دراجز، لكن الحقيقه الابليشن بقى ليها دور مهم جدا وبقت ريكومندد اس كلاس 1 انديكيشن بالمونري فين ايزوليشن بشكل اساسي. لكن كمان النمبر بالمونري فين ابليشن مهم زي ليفت اتريال ابندج بوستيرير رول او ليجمنت اوف مارشال. الاساطير اللي احنا بنستخدمها ليها انواع كتير، وانواع الابليشن زي ما احنا عارفين يا اما فيديو فريكوانسي ابليشن او الكرايو. فالمانجمنت اوف اي اف بقى في جزء مهم وي هاف تو فوكس على برايمري او سكندري بريفنشن، والستروك مانجمنت والريتم كنترول بقى فيهم كلام جديد. يعني خلينا نقول ان النيو ابروتش بتاعنا اللي وي هاف تو فوكس رقم 1 هاو تو بريفنت اي اف، رقم 2 ريتم كنترول، رقم 3 ديكريز ريسك اوف ستروك، وهنتكلم بالتفصيل على الليفت اتريال ابندج اوكليوجن ديفايس. تعال نتكلم على البريفنشن اوف اي اف، وزي ما قلنا وي هاف تو كنترول اول ريسك فاكتور. 2 التايبس اوف اي اف ابليشن زي ما قلنا مي بي ريديو فريكوانسي ابليشن اور كرايو ابليشن. وعشان نتخيل الفرق ما بينهم، الريديو فريكوانسي ابليشن بيعتمد ان انا بستخدم ابليشن بدرجه حراره عاليه جدا عشان اعمل الليفت واكا والرايت واكا تو كومبليت ايزوليشن اوف بالمونري فينز. اما الكرايو ابليشن بيعتمد على استخدام كرايو بالون، بستخدم فريزنج او درجه حراره قليله جدا عشان اعمل ايزوليشن للاوستيوم اوف بالمونري فينز الاربعه. طيب اكوردنج للجايد لاين الكاثر ابليشن از كلاس 1 انديكيشن فور اول بيشنت سيمتوماتيك باروكسيزمال اي اف، اما لو هم persistent او long standing persistent هم class 2A recommendation. ايه كمان عاوز اقوله؟ عاوز اقول ان الكاثيتر او surgical ablation consider symptomatic persistent او long standing persistent AF زي ما قلنا لو هو العيان refractory to anti-arrhythmic drugs. According to the American guideline تقريبا هو نفس الكلام، ما اختلفناش كتير، وممكن حضراتكم تراجعوها في السلايدز اللي احنا هنأبلود على الويب سايت. الجديد بس في الامريكان جايد لاين في 2017 ان هم قالوا ان الكاثيتر ابليشن may be response reasonable in selected patient اللي هم develop heart failure with AF وعندهم impaired ejection fraction. حتى لو ال AF مش عندهم symptoms لكن العيان ده develop heart failure with impaired function فهو class 2A انك تعمل AF ablation. لو العيان عنده أي كونتر إنديكيشن إن هو ياخد أنتي كواجيليشن ثيرابي فيعني بلاش نبدأ أي وورفرين أو أي نوع من أنواع النواكس. طيب اللاين الثالث في المانجمنت أوف إي إف هو الإي إف أند ستروك، والإي إف أند ستروك حقيقة
مهم، لان احنا زي ما احنا عارفين ان كل البيشنت with AF بيحصل لهم embolization ممكن تروح للبرين لو احنا مش بناخد anticoagulation therapy. عشان كده الرول اوف الديفايسز الجديدة اهمهم الواتشمان ديفايس اللي احنا نتكلم عليه كمان شوية، وعلى قيمته وعلى استخدامه بقى من الحاجات المهمة جدا والنوفل تريتمنت عشان امانج بيشنت with AF. تعالي بقى نتكلم in more details ونجاوب على سؤال مهم how to prevent AF. وحقيقة الإجابة على السؤال ده بقت مهمة جدا، وبقى يتكلموا زي ما احنا عارفين في حاجة اسمها primary prevention، العيان عنده risk factor ولسه ما جالوش AF، فانا لازم اتعامل ومانج كل risk factors قبل ما يجي للعيان AF. طيب النوع الثاني هو secondary prevention، يعني العيان actually جاله AF بسبب sleep apnea syndrome، فانا لازم امانج السليب ابنيا سندروم كويس جدا وامانج الاي اف لان اكشلي هو جاله اتاك اوف اي اف. لكن حقيقه في اميزنج تايب اوف بريفنشن طالع جديد اسمه بريمورديال بريفنشن. فكرته ان انا ابدا اتعامل مع العيانين قبل ما يجي لهم الريسك فاكتورز اللي انا عارف انها ممكن تديفلوب اي اف، زي الهايبرتنشن، السموكينج، الدايابيتس. فابدأ امانج اند بريفنت اول ريسك فاكتورز انها تحصل بحيث ما يجيلوش اصلا ريسك فاكتورز وبالتالي ما يدخلش في اي اف. سموه بريمورديال بريفنشن. الكلام ده حقيقه في منتهى الاهميه وليه قيمه مهمه ان جايد لاين اللي جابوا كل ريسك فاكتورز اسوشيتد وذ اي اف واتكلموا عليها وبينوا مدى قيمتها، زي الهايبرتنشن، هارت فيلير، فالفولار هارت ديزيز، الام اي اند اسكيميا، الهايبو والهايبرثايروديزم، دايابيتس، اوبيستي، الكرونيك كيدني ديزيز، اوبستراكتيف لانج ديزيز، السليب ابنيا ودي مهمه جدا جدا جدا، سموكينج، الكحول كونسبشن، واخيرا الفيجرس اكسرسايز. بل ان في بيبر جديده الاهره طلعتها في 2017 اميزنج بوزيشن بيبر حقيقه طلعت وكلمت بنوع من التفصيل على كل ريسك فاكتور، وكان حقيقه الكونكلوجن بتاعها جميل جدا، وقالوا ان في ريسك فاكتورز وي هاف تو فوكس اون زي الاوبستي، دايتري كونسيدريشن، البلد ليبيدز والفيش كونسبشن طلعوا مهمين، وانا اي هاف تو مانج اول تايبس اوف ذس ليبيديميا وتارجتنج ان انا اخلي الاتش دي ال اكتر من 40 وترايجلسترايد اقل من 200 عشان اقلل الريسك اوف اي اف. سليب ابنيا سندروم مهمه جدا اند اي هاف تو مانج لانها تعتبر جريتر ليها جريتر ريسك اوف ديفلوبينج اي اف. الهايبرتنشن، يو هاف تو كنترول بلاد بريشر، دايابيتس، السموكينج منتهى الاهميه، بريمورديال بريفنشن من الاول خالص او برايمري بريفنشن، انكورج انديفيديوال تو كويت سموكينج، secondary prevention individual with AF promote efforts to quit smoking to improve AF frequency. الاير بولوشن ليه اهميه، الكافيين، واخيرا الالكوهول. بل ان في دراجز مهمه طلعت ريسك فاكتورز تو ديفلوب AF زي الدوبوتامين والسيسبلاتين اكتر من 20%، ودي حاجات فيري كومن تو ديفلوب AF. عندنا other uncommon drugs to develop AF زي ما احنا شايفين قدامنا. واخيرا البرايمري بريفنشن اوف اي اف يشمل الفيزيكال اكتيفيتي، الهيلثي ويت، الالكوهول انتيك، اللايف ستايل اند بلاد بريشر، اوبستي مانجمنت، واخيرا التوباكو سموكينج. نيجي للسليب ابنيا، وطلعت من الحاجات المهمه وعليها ديتا وكلام جديد. السليب ابنيا في حد ذاتها هي تعتبر جزء من مشكله اكبر، ابر ايرواي ديسفانكشن، اوبيزيتي، و respiratory instability. في جميع الأحوال sleep apnea syndrome تؤدي إلى increased sympathetic activity, metabolic dysregulation, inflammation, oxidative stress, وhypoxia leading to heart disease بأنواعها, hypertension, وأهم حاجة AF. وبالتالي sleep apnea syndrome غالبا at the end of the day تؤدي إلى AF incidence. وعشان نتخيل هي ايه مشكلة السليب ابنيا سندروم، معانا فيديو illustrating sleep apnea فكرة is a common disorder in which there are one or more pauses in breathing or السليب ابنيا سندروم
الطبيعي لو انسان نورمال ما عندوش اي مشاكل زي ما احنا شايفين الـ airway بتاعه بيكون open during sleeping النوز والماوث وبالتالي الاكسجين ممكن يدخل بسهولة جدا من خلال النوز الـ airway يوصل للتراكية والعيان ما يكونش عنده مشكلة. لكن المشكلة الرئيسية لما يحصل some sort of obstruction لأي سبب من أسباب الـ sleep apnea يؤدي إلى إن الـ air هو داخل يحصل resistance وبالتالي severe hypoxia زي ما احنا شايفين حصل blocking عنيف يحصل severe hypoxia والـ blood oxygen level يقل زي ما احنا شايفين قدامنا وده حقيقة يعتبر مشكلة المشاكل هيؤدي إلى stimulation للsympathetic system snoring developing of AF عشان كده you have to manage the sleep apnea syndrome early as possible وحقيقة كان cornerstone of management هو استخدام السباب. السباب فكرته ان احنا بنستخدم الجهاز ونحط الماسك on the face زي ما احنا شايفين ويبدأ البيشنت وهو نايم لو هو develop any attack of sleep apnea syndrome السباب بيستخدم ان هو بيوصل الاكسجين under pressure وبالتالي we can overcome الـ sleep apnea syndrome. طيب تمام تخيلنا المشكلة وعلاجها لكن مش دي المشكلة تحديدا بس ده كمان اتعمل استادي كبيرة جدا على 86 عيان بيقولوا ان sleep apnea syndrome actually دخلتهم في AF حتى لما دخلوا في AF المانجمنت بتاعنا يختلف شوية قسموا البيشنت 43 من العيانين دول دايجنوز وسليب ابنيا و43 تانيين وذاوت سليب ابنيا وقارنوا المجموعتين اللي عندهم AF المجموعة الأولى عندها سليب ابنيا والتانية ما عندهاش وبعدين عملوا بالمونري فين ايزوليشن للمجموعتين وكانت المفاجأة ان البيشنت وذ سليب ابنيا سندروم عندهم significant increased incidence of clinically relevant additional non-pulmonary vein triggers يعني عندهم pulmonary vein triggers وكمان non-pulmonary vein triggers moreover the patient with sleep apnea who only underwent pulmonary vein isolation without ablating non-pulmonary vein triggers عندهم increased risk of arrhythmia recurrence ودي هي مشكلة المشاكل وزي ما احنا شايفين قدامنا في الدياجرام الكولم اللي على الرايت سايد بعد لما اتعمل بوست بالمونري فين ايزوليشن لقينا مجموعه سليب ابنيا سندروم عندهم سيجنيفيكانت انكريز بي فاليو 0.003 ان هم يجي لهم اي اف ريكيرنس ودي مشكله جامده فكان لازم يتعالجوا من اول سليب ابنيا سندروم. الحاجه الثانيه لا نكتفي بالمونري فين ايزوليشن اند وي هاف تو ابليت النون بالمونري فين تريجرز ودوت كابلن ماير سيرفايفل كيرف بيأكد نفس المعلومة. The conclusion كان إن patient with paroxysmal AF وال sleep apnea syndrome demonstrate significant atrial remodeling عنيف characterized by structural or functional abnormality with reduction filled by bipolar voltage and amplitude. نتكلم على AF ablation لأنه يعتبر هو أهم step to manage and to do rhythm control. كلنا بنبدا بانتي اريثميك دراجز لكن حقيقه لو العيان فشل وستيل سيمتوماتيك يو هاف تو جو فور اي اف ابليشن وعندنا زي ما احنا عارفين طريقتين المدرسه الاولى والسكول الاولى هي الاي اف راديو فريكوانسي ودي بتعتمد على ان انا بعمل ابليشن تو دو بالمونري فين ايزوليشن ليفت واكا اند رايت واكا بستخدم الابليتور يعني بستخدم درجه حراره عاليه جدا عشان اعمل كومبليت ابليشن لكل الليفت لاين اند رايت لاين وبستخدم قسطره اللاستو او الاوبتيما واحنا في القسطره زي ما احنا عارفين بستخدم قسطره رباعيه وعشريه حاطها في توناي ساينس بعمل ترانسبتال بانكشر وبعدين بعدي اللاستو او الاوبتيما عشان اعمل مابينج وكمان بستخدم الابليشن كاثيتر هدفي ان انا اعمل ليفت اتريوم موديل باستخدام 3 دي اناتوميكال مابينج سواء كان النافكس زي ما احنا شايفين في الصوره اللي قدامنا او الكارتو
هدفي ان نعمل 3D model يبين لي left atrium pulmonary veins left and right و upper and lower. وبعدين نعمل ابدأ الابليشن. فكرة الابليشن ان انا بعمل left line و right line. في اول الابليشن انا شايف قدامي pulmonary vein potentials واضحة جدا قدامي. ابدأ الابليشن واعمل left and right واكا. الاقي البوتنشلز اللي انا شايفها بوضوح قدامي بدا يحصل ديلي. At the end of the day complete disappearance of pulmonary vein potentials to confirm success of isolation بعمل entrance block و exit block اتاكد 100% ان انا عملت right and left pulmonary veins isolation. ودوت فيديو سريع بيلخص كل الكلام اللي انا قلته. Depending on activity level, isolation. The heart beats about 60 to 100 times per minute. العيان بيديفلوب AF زي ما احنا شايفين. انا قررت اعمل له فيديو فريكوانسي ابليشن. هدخل كل الاساطير بتاعتي من الفيمورال فين زي ما انا شايف. حطيت الشيز دخلت الاسطره وصلت للرايت اتريوم عملت ترانسبت بنشر. بعدين بدات اعمل بالمونري فين ايزوليشن باستخدام 3D مابينج. هنا بعمل radio frequency ablation left waka and right waka. كده انا خلصت الـ ablation remodeling. ده النوع الاول حقيقة من الـ AF ablation. النوع الثاني وهو اللي فيه كلام كتير عليه حقيقة وهو less complications اللي هو AF cryo ablation. والـ AF cryo ablation حقيقة قيمته الرئيسية ان هو بيمبروف كونتاكت والستابيليتي من مايز اماونت اوف فلور يوزد. بس الوقت المستخدم بيكون تقريبا ساعة اقل بكتير جدا من استخدام الراديو فريكوانسي ابليشن. بيقلل ريسك اوف ترومبس فورميشن ويعتبر هو سيف ابروتش تو بالمونري فين ايزوليشن. ما عنديش اي انسيدنس اوف اتريال سوبجيال فيستولا او برفريشن وبالتالي ما عنديش الاكسبكتد كومبليكيشن بتاعت الراديو فريكوانسي ابليشن. طيب ايه الحاجات المستخدمه؟ الكرايو كونسول ده الجهاز اللي بيطلع النيتريك اوكسايد وبيكون بيعمل فريزنج ليه. الكرايو ابليشن بالون زي ما احنا شايفينها قدامنا. الادفانس شيس واخيرا المابنج كاتيتر اللاسو او الاوبتيما. ايه هي الستيبس اوف اي اف كرايو ابليشن؟ ستيب 1 بدخل القسطره رايت اتيوم ذن ليفت اتيوم واوصل للبلمونري فين. 2 انفليشن للاركتيك فرونت ادفانس كرايو بالون ان ذا ليفت اتريوم. وبعدين اوكليود بالمونري فين اند ستارت ابليشن. والكرايو بالون حقيقه ابليس وير ذا بالون از ان كونتاكت وذ ذا تيشو. بستخدمها وبعدين كرييت سيركمفرنشال ليجن وذ مينيمال انرجي ابليكيشن. واخر حاجه اسس بالمونري فين ايزوليشن بعد ما خلصت الابليشن. هنشوف قدامنا الاستريشن بسيط بيوضح الكرايو ابليشن. زي ما قلنا وصلت للرايت اتريوم بعدين ترانسبتال بانكشر ليفت اتريوم هوصل للبالمونري فين. دخلت المابنج كاتيتر وعملت الـ AGM باين قدامي وعملت الـ Electrophysiology Study. وبعدين هستخدم الـ Cryo Ablation Balloon هتحط على الـ Ostium of Pulmonary Vein to allow flexibility in balloon positioning. وبعدين
هعمل كومبليت اوكلوجن زي ما انا شايف قدامي، واتاكد بالتست دوت ان انا عملت كومبليت اوكلوجن للبلمونري فين، وهبدا الابليشن، وهبدا الابليشن وزي ما قلنا الالكتروجرام قدامي هتاكد من البلمونري فين بوتنشال، وانا بابليت وانا بستخدم درجه حراره قليله جدا يعني ماكسيمم فريزنج، وبعدين بعد ما اخلص هتاكد ان انا عملت كومبليت ايزوليشن والبلمونري فين بوتنشالز اختفت تماما قدامي. كده انا خلصت الكرايو ابليشن. هروح بعد كده السيرجيكال ميز بروسيدجر اكوردنج للجايد لاين. حقيقه الميز سيرجري من خلال مينيمالي انفيزف ابروتش هي كلاس 2 اي انديكيشن لاي عيان اي اف despite maximal treatment هو symptomatic refractory لكل الميديكال تريتمنت. الميز برضو سيرجري by atria should be considered in patient with under patient undergoing cardiac surgery to improve symptoms of AF balancing the risk will benefit of rhythm control. اخر حاجة الكو كونميتانت باي اتريال ميز اور بالمونري فين ايزوليشن تعتبر كلاس 2 بي يعني مي بي كونسيدرد ان اسيمتوماتيك اي اف يعني هي حقيقه ريكومندد للسيمتوماتيك بيشنتس. قدامنا الستويشن جميل بيوضح ان احنا وقت السيرجري والعيان وينون هو عنده اي اف قررنا نعمل ميز بروسيدجر، فده بيبين لي ازاي انا بعمل lions ablation lions left and كاني بعمل left and right lions to isolate pulmonary veins مش كده وبس. in addition للبلمونري veins triggers انا كمان هعمل non pulmonary vein triggers maybe posterior rule ligament of Marshall هعمل connecting lions between left and right superior and inferior lions زي ما احنا شايفين، وحقيقة الاند ريزلت بتاعتها هي amazing وزي ما قلنا هي recommended لو انا فعلا داخل اعمل any type of surgery. نيجي لاخر جزء في المحاضرة هو left atrial appendage occlusion، وهو في كلام كتير عليه جدا وفي انواع كتيرة من left atrial occlusion devices زي الامبلتسر ويتشمان ديفايسز. والويتشمان حقيقه هو الهايلي ريكومندد واتعمل عليه تو لارج راندمايزد ستاديز بروتكت اي اف والبريفيل ستادي والاثنين راندمايزد كنترول ستاديز ديمونستريتد ان الليفت اتريال اوكلوجن اور اكسكلوجن يوزنج الويتشمان ديفايس از نوت inferior to warfarin. وده شكل الديفايس قدامنا عامل زي الامبريلا الدوم بتاعتها ناحيه الليفت اتريوم وانا باكسكلود او باوكلود الليفت اتريوم لان زي ما احنا عارفين الليفت اتريال ابندج هو المين سورس اوف امبولايزيشن. اكوردنج للجايد لاين هو يعتبر كلاس 2 بي بستخدمه امتى؟ may be considered for stroke prevention in patient with AF لكن عنده contraindication for long term anticoagulation therapy زي ان هو عنده high risk bleeding فمش قادر استخدم اي نوع من انواع ال warfarin او anticoagulation therapy. و according to guideline لو ال patient AF وعنده shed vas score 2 او اكثر فهو recommended as class 1 indication استخدم anticoagulation therapy سواء كان نواكس او فيتامين كي انتاجونست. اما unfortunately لو العيان عنده contraindication ومش هقدر استخدم الanticoagulation therapy ساعتها left atrial appendage occlusion therapy او device هيبقى class 2B. لو العيان عنده stroke نتيجة intracranial bleeding في الحالة دي على مدار 4 ل 8 اسابيع مش هينفع استخدم اي anticoagulation therapy. بعد ال 8 اسابيع هي class 2B ان انا resume anticoagulation لو نفع.
لكن still the left atrial appendage occlusion device هو class 2B لو العيان من الأول خالص عنده absolute contraindication ل anticoagulation therapy. ودي recommendation حقيقة من الإهرة حتى كل احتمالات risk of bleeding لو هو very high hazard risk أكثر من 3 أو العيان عنده contraindication من الأول خالص ل anticoagulation therapy أو العيان refused يستخدم anticoagulation therapy في الحالات دي left atrial appendage is recommended. حقيقة how to implant left atrial appendage device من خلال 10 steps حاولت ألخصهم في شكل simple كده هما 10 steps. Step 1 femoral vein access وبعدين هعمل transeptal puncture then sheath access left atrium من خلال استخدام big tail catheter اعديها للليفت اتريال ابندج او ان استخدم مالتي بيربز كاتر برضو اعديها للليفت اتريوم وبعدين ليفت ابر بالمونري فينز ذن هاسس الليفت اتريوم كويس جدا واخد الدايمنشنز والليفت اتريال ابندج اسس واعرف انا استخدم انو سايز من ديفايسز وبعدين الشيس از ادفانسد اوفر استيف جايد واير او البيك تيل لغايه ما اوصل left atrial appendage وقف عند الاوستيوم بعدين blood is allowed to exit a sheath then اجهز الديفايس بتاعي واعمل good flushing وبعدين advance the delivery catheter بتاعتي لغايه ما الديستال ماركر بتاعها وال of catheter والsheath match together then the sheath pull back عشان unfold the device اتاكد من مكان الديفايس اللي انا حطيته صح في الليفت اتريال ابندج بالايكو اللي هو تي اي والفلوروسكوبي اخيرا ديفايس ريليز فاينلي هنشوف الاستريشن الجميل دوت This is the watchman deployment system ازاي نستخدم الواتشمان وهاو تو ابلاي الاستريشن حاجه بيوضح انا وصلت للرايت اتريوم بعدين ترانسبتال بانكتشر then I went to left atrium وصلنا للليفت اتريال ابندج القسطره دخلتها بيك تيل وبعدين هبدا اعمل بريبريشن اند ديبلويمنت للديفايس ايميديتلي على الاوستيوم بتاع الليفت اتريال ابندج اتاكد من مكانه وبعدين انا معايا في الروسكوبي والتي اي تو كونفيرم اكونفيرم برضه مهم جدا ان انا عملت complete occlusion للأوستيوم of left atrial appendage بكون متخيل ان هي كأنها umbrella الدوم بتاعها ناحية left atrium وال other side ناحية ال left atrial appendage وبعدين unfold ال device وبعدين اشيل الأساطر بتاعتي انا كده خلصت المحاضرة بتاعتي thank you very much اتمنى اكون استفدتوا منها واتمنى اكون حققت التارجت بتاعي Thank you very much and goodbye.